مرة تانية بجدد التحية لحضرتك من هنا من أمام غرف خلع ملابس فريق البنك الأهلي، ومعي القائم بأعمال المدير الفني الكابتن أمير عزمي مجاد. كابتن أمير، تقييمك لأداء لاعبيك، وهل التعليمات اللي اتخذت للعيبة النهاردة هو البحث دائما وأبدا على الثلاث نقاط؟ يعني بسم الله الرحمن الرحيم، لا أنا قائم، أنا مش قائم ولا حاجة. كابتن خالد جلال هو المدير الفني، أنا مجرد اللي أنا مدرب بنفذ التعليمات اللي الكابتن خالد بيقولها، وطبعا بتمنى له الشفاء. يمكن يعني انا متضايق، اللي هو برضو ظروف صعبه اللي انت جيت اول مره ليك وبعد كده يجي له كورونا، ويمكن هو جه على نفسه الفتره اللي فاتت، فبهديله الفوز ده. طبعا راجل بتعلم منه كتير وبقول له الف سلامه وان شاء الله يرجع لنا بخير. هو ما فيش والله، يمكن احنا بنكمل شغل الكابتن محمد يوسف برضو يا مجدي. يمكن احنا جينا بقالنا 5 ايام او 6 ايام، دخلنا في معسكر ما كانش فيه وقت، يمكن بقدرنا الحمد لله نلم الدنيا شويه. تعاملنا مع اللعيبه طبعا نفسيا بعض الحاجات اللي كانت ناقصانا، يمكن احنا لسه برضو احنا محتاجين وقت. لكن عايز اقول اللي هو كبدايه ليك، لبدايه لاي جهاز اللي انت تيجي اللي انت تكسب دي بتدي دفعه كويسه قوي. يمكن بصراحه انا جيت هنا مجدي، عايز اقول لك ان الناس في الاداره بصراحه يعني موفره كل حاجه، من معسكرات من ملاعب تدريب من كل حاجه. الفتره الجايه احنا هنحاول نجتهد نشتغل، وان شاء الله باذن الله النتيجه دي بتاعت ربنا. لكن زي ما بقول لك الفتره الجايه ان شاء الله هنحاول نشتغل ونجتهد في شغلنا وربنا يكرمنا ان شاء الله. حتى وانت كسبان النهارده ولكن تغييراتك كلها كانت تغييرات هجوميه، هل ده عشان تدي ثقه للاعبين ولا انت كنت قلقان وخايف على الثلاث نقاط النار؟ لا والله مش قصه قلق وخوف، لكن انت يمكن انت بعد الجون الاولاني احنا كنا يمكن على اتصال على طول مع الكابتن خالد في البيت، اللي هم طبعا انت عارف ريفريت اسوان بعد الهدف هتبدا تفتح، وده اللي احنا يمكن شفنا التغييرات، اللي الهدف الثاني برده جت من مرتده اتلعبت بسرعه، فيمكن فريق اسوان بدات تفتح خطوطها. وانا في وجهه نظري يا مجدي، اللي انت لما تبقى كسبان مش لازم تدافع، لا بالعكس، ليه ما تجيب الاول ما تجيب الثاني وتجيب الثالث وتلعب لعبك الطبيعي بالظبط، وانت بتنقل برده للعيبه اللي انا عايز اهاجم مش عايز ادافع او انكمش لورا.